عودي معكم للمتابعة. سؤالي الشخصيه الأبرز بالنسبة لكم عربيا أو دوليا، مين من الشخصيات أو النجوم المفضلين عندكم؟ ريتا سألني صباح عن إشراقة أمل، فما وجد أسمى من بسمة تغرك أهديه إياها، وسألني عن قلب يفيض بالحب، فما وجد أطهر من نبضك وأرقاها، صباحك أيقونة يا طهر ويا أنبل صباحاتي. Thank you لألك يا ريتا. هناك فنانين بكل معنى الكلمة بتنحني إجلال لعظمة فنهم، مثل أم كلثوم، فريد الأطرش، أسمهان، عبد الوهاب، هؤلاء من العصر الذهبي للفن. أما في حضرنا كثر الفنانون وقل الفن، لكن يوجد أصوات جميلة وراقية مثل فضل شاكر، مروان خوري، راغب علامي، ماجد الرومي وفيروز. ريتا دغريان صباح نور. جوزيف طبعا كتار النجوم العرب والعالميين، بس ما بيبقى بالذكرى غير يلي تركوا بصمة راقية بفنهم وأخلاقهم، لأنه الفنان لازم يتمتع بالأخلاق قبل الموهبة، لأنه يعني يعتبر مثال خصوصي للمراهقين، فالقصة مش لعبة. كاترينا عيسى صباحك عسل. جوزيف كمان شيف حسين، والمفضلين عندي أولون أنت والشيف، وبعدكم السيدة فيروز، بعدنا لها قبلنا السيدة فيروز أكيد، وقازم السهر، وحياتي، وائل كفوري، ورفائيل نادال، وميسي، هيدا الاسم اللي بحبه، ميسي. صابرين طالب صباح الورد والعافية لكادر على صباح. بصراحة عدة شخصيات مش بس تجذبني وإنما بتأسرني وبعشقها كتير، منهم لما لوانت كارلا حبيب مراد، وحضرتك يا سي جوزيف، بالإضافة للشيف حسين. تانكيو يا صابرين، كتير راقيين وقلبكم كبير بتجننوا، الله يحفظكم يا رب. تانكيو لألك، وتحية لكل أهلنا بالعراق. حياة شديد صباح خير يا أهضم جوزيف، في كذا حدا من النجوم بس قازم السهر غير رقي بالفن والأخلاق. بليز جوزيف، ما حدا عم بيرد على الرقم على الجوائز العيد. طبعا الرقم برجع بكرره 01-355-355، انتظروا أكيد في حدا رح يرد عليكم، بس للساعة 5 بتصور، لازم مش بعد الساعة 5. ديالا بغدادي صباحو جو، أجمل نجم بالعالم نور الزين وأدهم نابلسي وأنت والشيف حسين. Thank you. سدرة يسعد صباحك يا رب، كتار يا جوزيف جذبوني أولون جوزيف بعالم الصباح. Thank you سدرة، كتير أثرت فيي وغيرت بحياتي. والشخصية الثانية بنازير بوتو، غلط أبدا. أسمع عكاوي يسعد صباحك، صراحة أنت جوزيف مذيع هالقد قريب على القلب المشاهد، وبحب كمان الفنانين منهم فضل شاكر. أهلا بأسمى. منى عكير يسعد صباحك، كل عام وأنت بألف خير، بجد أنت النجم، الله يحفظك. Thank you منى. نوال عموري صباح الخير جوزيف، بالنسبة إلي لا يعلى على سيدي فيروز عالميا ألفيس بريسلي، وأكيد في كتير غيرهم مثل وائل كفوري. فريال بسوني صباح الورد، داليدا ليبان، كاظم الساهر، منال رشوان صباح النور، نانسي عجرم وعمرو دياب وأليسا، تالا كربتلي، نانسي عجرم، خضرة عميرات صباح النور، كاظم الساهر، لوناسي صباح الخير، نصيف زيتون، سحر بوسرية، فضل شاكر تحية كبيرة لي من المغرب، فاتنة أحمد صباح الخير، ممثلين شاروخان وسلمان خان، شغف كيلي صباحو، كارول سميحة ومحمد عبدو، صغير أميرة، كاظم الساهر. طبعا أنا بتشكر كل يلي تواصلوا معنا عبر فيسبوك عالم الصباح، والشخصية الأبرز بالنسبة لألون. أنا الصبح بلشت وحكيت عن عدة أمور لازم الواحد يعرفها ليقدر يتواصل بشكل أصح وتكون حياته بشكل أفضل، وعلم النفس بينصحكم أنكم تعرفوها، مثل أنه إذا حدا سأل سؤال أو سألته سؤال واللي عم تسألوه ما جوابكم أو دير نظره، يعني هو ما عنده الجواب الشافي أو ما بده يخليكم تعرفوا شو الجواب. في طريقة لتخفف من القلق، ويقال بالكتاب اللي قريته انه العلكي ممكن تخلي دماغي يفكر انه عم بياكل، كمان يخفف من القلق والتوتر. اذا كنتوا قاعدين بمجموعه والكل عم بيضحكوا، ضروري انكم تشاركوا، لانه الاداب هيك بتقول، وخاصه اذا كان في شخص بهمكم انكم تتبادلوا النظرات والضحكه بين بعض. واهم شيء التواصل بالضحكه، لانه هي باسبور لقلوب الجميع. طبعا نحن رح نروح عند الشيف، بس قبل ما نروح لعندك يا شيف رح نروح على صالات السينما اللبنانية مع غيدا لنشوف شو في عنا أفلام فيكن تشوفوها بالصالات. Did you wash your hands with soap? Did you dry them? Is this all vegetables? Who ordered all vegetables? I did. So, are we going to talk about it? What? The elephant in the room. What elephant?
mom's new job. ضمن أفلام الأسبوع فيلم الأنيميشن Incredibles 2 بنسختين 2D و3D عن بوب بار، وهو مستر إنكريدبل اللي ترك للاهتمام بجاك جاك بالوقت اللي كانت فيه هيلين اللي هي إلاستي جيرل عم بتحاول تنقذ العالم، بأصوات كريك تي نيلسون، هولي هانتر، إيزابيلا روسيليني، ساميول إل جاكسون وغيره. Combustion imminent. What does that mean? Ah! It means fire, Robert. It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. ولمحبي أفلام الرعب هيريديتري، وقت اللي بتتوفى كبيرة عائلة جراهام تبدأ عائلة بنتها أنه تكتشف أسرار مخفية ومخيفة عن تاريخ العائلة، مع جابريل بيرن، توني كوليت وأليكس وولف. I just don't want to put any more stress on my family. Open the ball now! Oh, that's real nice. You don't want it? No, I really do. Hit the ground now! I need to make a call. Hello. How can I help? والثريلر هوتيل أرتميس بتدور أحداث الفيلم بمدينة لوس أنجلوس بوقت بتكون فيه غرقانة بالفوضى، عن ممرضة عم بتدير غرفة سرية انعملت للاستعمال الطارئ من قبل المجرمين، مع جودي فوستر، ستيرلينج كي براون، جيف جولد بلوم وغيرهم. Visiting hours are never. Busy night at the Artemis. You know. The 127, a witch of your young age, is explicitly forbidden from dancing on Valpurgis night. One year from now, we'll put you to the test. You must show flawless mastery of every last spell therein if you wish to pass. وفيلم العائلة The Little Witch مرتكز على الرواية عن ساحرة صغيرة مصرة أنها تكون أفضل ساحرة بالغابة، مع أمور كثيرة عم بتقوم فيها، مع كارولاين هيرفورد وصوت أكسل براد. إذن عودي معكم للمتابعة. من كمان النقاط الأساسية اللي عم نحكيها رح بلش خبركم من الأول كيف بلشنا الصبح، رح نكمل نبلش برجع بعيدهم كلهم. شايف ولا حفظتهم ولا ما حفظتهم؟ حفظتهم. قل لي إذا حفظتهم سمع. الحق عليك الجزاء، عليك الجزاء من الصبح. هيك عم بتعاملني؟ سمع لي كيف بلشت أنا كل البوينتس اللي حكيتهم عن القصص بعلم النفس بينصحونا أنه نعرفها. يلا ساعديني يا رودي. إذا ما حفظتهم نضطر عيدهم. أنا شايف هون مشان أقدم لك المعلومات توصل لك بشكل صح. ما في داعي جزاء. مش مركز شايف؟ بلا مركز. أنا بركز كتير على طبخاتك وبعرف التفاصيل كيف تعمل. وأنا بعرف الفواصل اللي قلتها كمان. تعرفون؟ طبعاً. بس الفرق بيني وبينك إنه أنت ما عندك فواصل بجمرك. عمرك أنا بعرف الفواصل. شايف حسين؟ طبعا بالقلب انت دايما. آه عم بمزح، رح نروح لعندك دغري. بدك جاهز؟ طيب. جاهز. عند شيف حسين ورشة ملح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وما كنتوا عم بتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم عبر شاشة تلفزيون مستقبل. ثلاث وصفات لليوم، عنا طبقين حلو وطبق مالح. عنا النجمات السميد او فينا نقول السميد المقلي، عندنا يخنة سبانغ مع الدجاج والخضار، وأيضا مشاهدينا في عندنا بانكيك بالشوفان. هول هني وصفاتنا لليوم بلشنا فيهم من بداية عالم الصباح. طبعا عندنا الرز صار جاهز لنقدمه مع الطبق الرئيسي، بس ولكن الطبخة بعدها ما صارت جاهزة. رح أجي بالنسبة للطبخة، رح حط طنجرة على النار، لكن هون نحن مشاهدينا بلشنا بالطبق الرئيسي. عندي طنجرة على النار، زيت زيتون، ايضا بجيب بضيف فوق زيت الزيتون بزدورة الدجاج المسحبة بدون جلدة وبدون عظم، نحن مقطعينها
رح ضيفها فوق الزيتات منقليه هون. لكن نحن عم نحضر الطبق الرئيسي وصفة المالح، دجاج بالسبانغ. رح نشوف انا وياكم المقادير رح تمرق قدامنا على الشاشة. لكن عندي دجاج على النار، بحضر البصل، بدنا نضيف بصل جوانح فوق الدجاج، وايضا بدنا نضيف من الثوم. هاي المقادير لكن عم نشوفها قدامنا على الشاشة. باول فقرة من فقرات رشة ملح حضرنا السميد المقلي. طبعا السميد المقلي صار جاهز عنا بعد ما قليناه وحطينا له من القطر، وحطينا كمان عليه فواكه، وحطينا مشاهدينا من الفستق الحلبي. البصلات صاروا جاهزين، بدنا نفرم البصل. هون عندي الدجاج على النار، رح افرم البصلة. بهالشكل هيدا. طيب لكن مثل ما عم بتشوفوا بالنسبة للبصل، عم نفرم بصل جوانح، وايضا نفرم مع البصلات كمان مشاهدينا من الثوم. منحضر بصل ومنحضر الثوم لنضيفهم فوق الدجاج. السبانغ نحن بعد ما نقعناه مشاهدينا غسلناه كتير منيح وحطينا لهم رشة ملح وعصرنا السبانغات، وهن جاهزين عنا لنضيفهم فوق الدجاج، نضيفهم فوق البصل. طبعا في عنا ايضا وايضا مشاهدينا يخنة السبانغ باللحمة. طبعا السبانغ اللي منضيف لها نحن من اللحمة المفرومة خشنة. لكن مشاهدينا هيدي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. بهالوقت انا شو رح اعمل؟ بقلب الدجاج وبروح نشوف كيف حضرنا طبق الحلو باول فقره. بالنسبه لطبق الحلو لكن مشاهدينا خلينا نشوف، عندي ثلاث اشكال، وهيدي عجينه السميد مثل ما عم نشوفها. طبعا لكن هيدي هي العجينه السميد المقلي. منجيب شكل، اول شكل هيدا نعملها نحن بهالشكل. كان مثل ما عم بتشوفوا كيف عم نحضرها. منكبس السميد كتير منيح. ليه منكبس السميد كتير منيح؟ لحتى ما يفرط عنا بالزيت، بس بدنا نقلي وصفة هالحلو لتضل متماسكة بالزيتات. طيب انا لكان بهالشكل عم كبس السميد. هيدي النجمة او اول شكل. هيدا اول شكل. بعد ما نكبسها بنحطها بالزيتات مشاهدينا، منقليها بزيت حامي. بعد ما تاخد لون بنحطها بالقطر. بعد ما نشيلها من القطر بنسكبها وبنحط على وجهها فستق حلبي، وبتطلع عنا النتيجة بهيدا الشكل. اما بالنسبة للعجينة، شو هي العجينة؟ لكن هيدا اول شكل حضرناه، نحضر كمان تاني شكل. هاي العجينة هي عبارة مشاهدينا عن طحين، عبارة عن سميد، عبارة عن بيكنج باودر بالإضافة للخميرة. حطينا كمان مشاهدينا معها من المي، أيضا ضفنا قليل من المي لها، وحطينا من السكر. كلهم خلطناهم مع بعض، صار عندي هيدي العجينة وهيدي النتيجة اللي عم نشوفها قدامنا. برجع هلا بهالوقت بجيب تاني شكل، كمان تاني شكل بحطهم ايضا بعملهم بهالشكل، بكبسهم كمان لناخد الشكل التاني. هون برجع بذكر كل المشاهدين نحنا لازم نكبسها كتير منيح لحتى ما تفرط معنا. طيب عنا شكل وعنا التاني، كمان في عنا بعد شكل قلب رح نعمل مشاهدينا، لكن شكل القلب ونفس الخبرية. منحمي الزيتات ومنقليها بالزيت. هيدا لكن الشكل الثاني. اوكي هيدا الشكل الثاني، صار عندي شكلين. بهالوقت خليني روح ضيف البصل وبنعمل ونرجع الشكل الثاني. رح ضيف البصلات فوق الدجاج. طيب هون مثل ما عم بتشوفوا ضفنا البصل ومنقلبهم مع بعض.
اوكي خلينا نعمل اخر شكل لهيدي الوصفة، شكل قلب كمان بحطهم بهالشكل. مثل ما عم بتشوفوا مشاهدينا هيدا الشكل الثالث. هون لكان مشاهدينا ثلاث اشكال حضرناه هون، طبعا انتم فيكم تعملوا كمان الاشكال اللي بدكم اياها لسميد المقلي. طيب هيدا السميد المقلي لكان نحن قليناه هون ورجعنا حطيناه بالقطر وهالطبق صار جاهز عندنا. هلا صار وقت ضيف السبانخ فوق البصل وايضا فوق الدجاج وفوق الثوم. لكان سبانخ معصر كمان مشاهدينا ضفناه هون ومنقلبهم مع بعض. اوكي اما بهالوقت شو رح اعمل؟ بهالوقت رح روح جيب وعاء. اوكي بهيدا الوعاء رح شو رح احط؟ رح اجيب من شوفان ورح اجيب من الطحين. لكن مشاهدينا في عندي شوفان، في عندي طحين، ايضا رح ضيف من السكر. لكن مشاهدينا عندي سكر، عندي كمان من البيكنج باودر، عندنا ايضا من الفانيل. طيب هاي كل المكونات حطيناها مع بعض. بثاني وعاء بحط اللبن مثل ما عم بتشوفوا وبحط ايضا البيض. لكن اللبن والبيض بنحطهم مع بعض ونرجع منجيب شري. اوكي لكن مشاهدينا مثل ما عم بتشوفوا انا رح اخلط البيض مع اللبن ورح ضيفهم فوق هول المكونات ورح اخلطهم وحضرهم وبعد البريك بخبركم بالتفصيل عن باقي وصفاتنا.